اليوم احنا موجودين بالمتحف التراث السرياني، طبعا هذا المتحف الموجود بمدينة أربيل وبعين كاوة تحديدا. هذا المتحف طبعا هو عبارة عن مجمع كبير يحتوي على التاريخ السرياني وعلى الحضارة السريانية وعلى الأدوات التي كان يستعملها الشعب في تلك الأحقبة وفي تلك الحقب التاريخية القديمة. طبعا هذا المتحف هو مجسمات كثيرة موجودة فيها، هذه الأدوات الموجودة التي تدل على التاريخ القديم للشعب ما بين النهرين وللشعب السرياني. طبعا متحف التراث السرياني يتكون من عدة الأقسام، منه قسم خاص عبارة عن مصمم للأزياء الشعبية التقليدية الفلكلورية التي كان يستعملها الشعب في تلك الحقبة، وما زال طبعا يستعمل هذه الأزياء البعض منهم. كذلك في القسم الآخر عبارة عن الأدوات وصور، وهي مجسمات لأدوات قديمة، كان أدوات منزلية يستعملها السكان المحليون لمدينة عين كاوة. كذلك في هناك قسم للأدوات الحراثة، طبعا هناك أقسام أخرى فيها أدوات تاريخية كثيرة. طبعا معنا من هذا المتحف التاريخ السرياني، هذا المتحف معنا ضيف ليحدثنا أكثر عن هذا المتحف والأقسام والأدوات الموجودة في هذا المتحف وعن تاريخ متحف التراث السرياني. أهلا بك أستاذ سيد برنارد، مدير متحف التراث السرياني. أهلا بك. أهلا وسهلا بكم، حيا الله بكم. أهلا وسهلا. احكي لنا عن ماذا يحتوي هذا المتحف وعن تاريخ هذا المتحف التراث السرياني. بداية أرحب قناة العراقية الفضائية أجمل ترحيب وجميع مشاهدي قناة العراقية الفضائية. مديرية التراث والمتحف السرياني التايت لعنوانها الرسمي سنة ما بعد 2006، بعد ما استحدثت حكومة إقليم كردستان العراق المديرية العامة للثقافة والفنون السريانية. كان عندنا قبلها مديرية الثقافة الآشورية، استحدثت الحكومة مديرية عامة للثقافة والفنون السريانية، وكان أول مدير عام لها المرحوم الدكتور سعد المالح. كان عنده فكرة، وبسبب عيش الطويل في بلاد المهجر كان عنده فكرة أنه يستحدث لنا متحف خاص بشعبنا. طبعا مرات القوة السياسية لأبناء شعبنا الكلدو آشوري في إقليم كردستان العراق، تم استحداث المديرية العامة وقسم الفنون الشعبية. كان بداية عبارة عن قسم تسمى قسم الفنون الشعبية تابع المديرية العامة للثقافة والفنون السريانية. ب 2010 استحصلنا على قطعة الأرض، تم بنائها مشكورة الحكومة إقليم كردستان وبلدية عين كاوة. هذا الصرح العظيم اللي انت هسه موجوده به وصورتيه عباره عن مساحه 1473 متر متكون من طابقين. فتغيرت الصفه الرسميه من قسم الفنون الشعبيه الى مديريه التراث والمتحف السرياني. هذه المديريه التي تهتم مو احنا بس يعني مثل ما نقول المتحف، وانما حتى نهتم بالتراث ومهرجانات والفنون التراثيه. طبعا هو تابع لوزارة الثقافة بحكومة الإقليم، تابع لوزارة الثقافة. نعم، هي مديرية التراث والمتحف السرياني هي المديرية أو المؤسسة الرسمية الوحيدة مو بس في إقليم كردستان وإنما في العراق كله، حتى يعني الحكومة المركزية ببغداد، حتى في مناطق تواجد شعبنا إذا في سوريا أو تركيا أو إيران، منها جورجيا وأرمينيا وروسيا وأوروبا، في الأمريكيتين أستراليا. لا يوجد مؤسسة رسمية تهتم بالفنون والتراث السرياني فقط في إقليم كردستان العراق، ومشكورة حكومة إقليم بهذا الخصوص. طبعا المتحف جميل جدا، في أشياء هواية به وأقسام هواية، أحكي لنا عن هذه الأقسام والأشياء اللي بيه. طبعا لوجستيا المتحف يتكون من طابقين، أركيولوجيا المتحف يتكون من عدة أقسام. عندنا قسم الأزياء الشعبية، عندنا قسم الزراعية، المنتجات الزراعية والأدوات الزراعية والصناعية، زين. والطابق الثاني يتكلم عن الثقافة والفنون، الرواد الثقافة من أبناء شعبنا،
زين، فقسم اركيولوجي الادوات والالات، وقسم مثل ما تقولين الغير الملموس يتكلم عن الرواد من ابناء شعبنا في مجالات الثقافيه. الى اي تاريخ تعود هذه القطع؟ يعني في تواريخ محدده لو يعني عباره عن هي هو اسم المتحف التراث السرياني، يهتم بالتراث فقط وليس الآثار. الآثار تكون في المتاحف الحضارية. زين، علميا أي أدوات مثلا تعبر عليها 100 سنة تصير آثارية وتنتقل إلى المتاحف الحضارية. فالأدوات اللي عندنا ما بين 40 إلى 70 سنة بعدها تراثية، ما دخلت في حقل الآثار. طبعا هي حتى الأقسام الأخرى الموجودة هنا، يمكن هاي الأدوات مال الزراعة وأدوات مال الري، احكي لنا عن هاي. هو أنا راح أحكي لك على شوفي، بالنسبة للجواب لسؤالك، عندنا احنا كشعب اللي يعيش في المنطقة نتكون من عدد قوميات، كثير من تراثنا وفنوننا هي مشتركة، زي ما نقدر نقول انه هاي تابع لنا او تابع لغيرنا. فراح تجدين انه في المتحف السرياني كذلك في متحف اربيل في متحف موصل شغلات مشتركة عامية، بس اللي امتاز بها شعبنا بالذات هو فن الزقر على المنسوجات وصناعة الألبسة التراثية.